Hola a todos, bienvenidos, اهلا وسهلا بكم في تعلم الاسبانيه aprender español. كالعاده وزي ما احنا متعودين los temas de la clase. مواضيع حلقتنا النهارده هناخد مع بعض ser estar تاني لكن con adjetivos مع صفات. يعني ايه سير وستار مع صفات؟ يعني هيبقى معانا صفه واحده زي ما احنا قلنا قبل كده. الصفه دي مع سير ليها معنى ومع ستار ليها معنى مختلف تماما. هناخد مع بعض شويه صفات لاكثر شيوعا عشان برضو نبقى عارفينهم، وبالوقت هنفضل نبني كالعاده. وهناخد expresiones con ser estar، وهناخد بقى شويه تعبيرات، هنبدا نخش شويه في التعبيرات العاميه اللي بيستخدموها الأسبان في محادثاتهم في الشارع، زي كده بالظبط المصريين لما بيتكلموا مع بعض بنقول كده تعبيرات في النص أو أمثال. هناخد برضو شوية بالوقت ونبني أكتر وأكتر. هنبدأ مع بعض بسير وستار كون أدخيتيبوس، يعني سير وستار مع الصفات. عايز يقول لنا إيه هنا؟ algunos adjetivos tienen un significado completamente diferente dependiendo de si van con ser estar. يعني ايه كل ده؟ يقول لك ان بعض الصفات ليهم معنى مختلف تماما، وده بيعتمد على لو انت استخدمت الصفه دي مع سير ولا مع استار. ازاي وايه هي الصفات دي؟ يلا نشوفها مع بعض. ejemplos الامثله اللي احنا هناخدها، الصفات اللي احنا هناخدها مع بعض. نبدأ بأول صفة نشوفها مع سير معناها إيه، وهنشوفها مع ستار معناها برضو إيه. أبيرتو، أبيرتو جاية من إيه؟ فاكرين فعل أبرير إن هو يفتح؟ أبرير، أبري لا بويرتا، افتح الباب. فعل أبرير فعل مجموعة تالتة، ده الاسم منه، اسم الفعل منه البارتيسيبيو أبيرتو. أبيرتو يعني ايه ابيرتو بقى لما استخدمها مع سير، ويعني ايه ابيرتو لما استخدمها مع ستار؟ نيجي هنا نخليهم مع بعض الاول. سير ابيرتو، سير ابيرتو لما اجي اقول سوي ابيرتو دي توحي بايه او معناها ايه، او اللي انا اقول لشخص اس ابيرتو يعني ايه. سير ابيرتو سيجنيفيكا سير كومونيكاتيفو اي اكستروفيرتيدو، يعني شخص اجتماعي، شخص منفتح. لما اجي اقول سوي افيرتو معناها ان انا شخص اجتماعي، باخد على الناس بسرعه، اعرف ناس كتير، او انا شخص منفتح مش منغلق، مش خجول كده وما بتكلمش مع حد. دي معناها سير كومونيكاتيفو. طب ايه المثل اللي على كده؟ سوي اونا بيرسونا افيرتا، يعني انا شخص منفتح، انا شخص اجتماعي. فلما اجي استخدم افيرتو مع سير، مع الفعل سير، معناها ايه؟ كومونيكاتيفو اي اكستروفيرتيدو، يعني عايز اقول انا منفتح، انا اجتماعي، اقول soy una persona abierta. طب لو قلت estoy abierto او una persona está abierta تنفع؟ يلا نشوف. estar abierto يعني ايه؟ lugar objeto no cerrado، يعني شيء او حاجه او مكان مش مقفول، مفتوح. يعني اقول المحل ده مفتوح، الباب مفتوح، ده معنى استار ابيرتو. طب ايه برضو المثل عشان مش فاهم؟ لما اقول لك لا تيندا يعني المحل، زي ما احنا عارفين لا تيندا استا ابيرتا يعني المحل مفتوح. لا تيندا استا ابيرتا المحل مفتوح. تيجي تقول لي طب هنا ابيرتا اخرها مش اخرها او، لان لا تيندا مؤنث، وقلنا دايما ان اركان الجمله كلها لازم كلها تبقى زي بعض، مفرد مفرد مذكر مفرد مذكر لغايه الاخر، مؤنث مفرد مؤنث، جمع مذكر جمع مؤنث، لازم الجملة كلها تبقى زي بعض. لا تيندا ستا أبيرتا يعني المحل مفتوح. لا بويرتا ستا أبيرتا يعني الباب مفتوح. فالمعنى اختلف تماما من سير أبيرتو وستار أبيرتو. سير أبيرتو قلنا شخص اجتماعي وشخص منفتح. ستار أبيرتو ده لما يكون محل أو حاجة، قلنا لوجار أو أوبخيتو مش مقفول يعني مفتوح. دي أول أدخيتيبو معانا أبيرتو لما تيجي مع سير وستار. إيه تاني موجود معانا؟ سيرادو، سيرادو
مع سير ليها معنى ومع استار ليها معنى، زي ابرير ابيرتو ليها مع سير حاجه ومع استار حاجه. سير cerrado يعني ايه؟ انتروفيرتيدو. مي كومبانييرو دي ترابajo es muy cerrado, nunca habla con alguien, con nadie, perdón, con nadie. يعني ايه؟ احنا قلنا soy abierto يعني انا منفتح اجتماعي، انما soy cerrado العكس بتاعها، ان انا منغلق، انا مش حد اجتماعي، ما بكلمش حد كتير، ببقى قاعد في حالي، ماليش اي اختلاط بالناس. زي بالظبط المثل بيقول mi compañero de trabajo، زميل العمل، es muy cerrado، es muy cerrado يعني منغلق جدا. nunca habla con nadie، nunca habla con nadie يعني عمره ما بيكلم حد، عكس ser abierto. طب estar cerrado تبقى عكس estar abierto. estar abierto يعني مفتوح، باب مفتوح، محل مفتوح. estar cerrado محل مقفول او باب مقفول او اي شيء مقفول. lugar que no está abierto عكس اللي احنا شفناه. es muy tarde والله هو متأخر جدا. es muy tarde. el supermercado el supermarket ya está cerrado خلاص قافل. ya está cerrado يعني السوبر ماركت قافل، عايز تروح تجيب حاجة من سوبر ماركت والوقت اتأخر، فحد بيقول لك لا خلاص ده الوقت اتأخر جدا، ده السوبر ماركت خلاص قفل. es muy tarde el supermercado ya está cerrado يعني احنا خدنا abierto وخدنا cerrado، وعرفنا سير مع abierto معناها ايه وستار، وبرضو cerrado مع سير ومع استار. شفتوا المعنى بيتغير ازاي؟ فانت ممكن تقول او تستخدم فعل سير مش في موضعه وتجيب بعديه الصفه اللي احنا قلنا عليها ديت، وما تاخدش بالك ان انت اللي قدامك مش هيفهم، او المعلومه اللي انت عايز توصلها ما وصلتش، فهم حاجه تانية خالص. عشان كده بقول لكم خطوره سير وستار. ديسبيرتو ليها مع سير وليها مع ستار. يعني ايه ديسبيرتو مع سير ويعني ايه ديسبيرتو مع ستار؟ سير ديسبيرتو يعني مع سير انتليجنتي واستوتو يعني ذكي، شخص ماكر، بتيجي بمعنى ذكي اللي هو الشخص ذكي، بمعنى الماكر اللي هو الشخص اللي هو بيخدع الناس. انتليجنتي واستوتو دي مع سير. تيني سولو ejemplo، هناخد ejemplo. تيني سولو 3 años، عنده بس 3 سنين. تيني سولو 3 años pero، ولكن es despierto. es despierto يعني هو ذكي، ما بين قوسين اهو كاتب intelligente. intelligente يعني ser despierto معناها شخص ذكي، هو بيقول لك بالرغم ان هو عنده 3 سنين بس ولكنه despierto. es despierto يعني intelligente يعني شخص ذكي. طب estar despierto معناها ايه؟ صاحي يعني ما نامش. estar despierto معناها no duerme يعني حد مستيقظ، حد صاحي ما نامش. زي المثل اللي معانا no me gusta، طبعا فاكرينها no me gusta، me gusta عاجبني حاجة، no me gusta مش عاجبني. estar despierto a las 12 يعني أنا ما بحبش أفضل صاحي لغاية الساعة 12. ser despierto شخص ذكي. estar despierto يعني شخص صاحي مش نايم. المثل بيقول no me gusta estar despierto a las 12 يعني أنا ما بحبش أفضل صاحي لغاية الساعة 12. ناخد واحدة كمان. interesado. interesado مع سير ومع ستار، كالعادة نجيبهم مع بعض كده عشان نفهم. سير interesado. interesado يعني إيه؟ مع سير، شخص طماع أو أناني. إيه المثل؟ codicioso طماع، egoista يعني أناني. المثل اللي يوضح فيكتور، طبعا ده اسم واحد، فيكتور بعد ال تي او ار، فيكتور is un interesado يعني شخص طماع. solo le preocupa el dinero بس اللي همه كله الفلوس، فهنا معناها ان هو شخص طماع او برضه شخص اناني، بيفكر في مصلحته بس، بيفكر في الفلوس بس. زي ما هو بيقول فيكتور is un interesado يعني هو شخص طماع. solo le preocupa el dinero اللي همه كله هو الفلوس. طب استار انتريسادو يعني انا مهتم بحاجه، مهتم اعمل حاجه. يعني مثلا شفت اعلنوا عن كورس،
او اعلنوا عن اي حاجه دوره ما وانا مهتم ان انا اقدم فيها، هقول استوي انتريسادو. يعني ايه تنير انتريس؟ تنير انتريس يعني انا عندي اهتمام بالحاجه دي، عايز اخش الحاجه دي. المثل انا استا انتريسادا ان ابريندر اسبانيول كوميجو، يعني انا مهتمه ان ابريندر اسبانيول، انها تتعلم اسباني معايا. فالفرق كبير جدا بين سير انتريسادو وستار انتريسادو. هنا معناها شخص طماع او اناني، هنا معناها شخص مهتم بحاجه. فتخيل انت بتوصف حد تقول عليه استا انتريسادو وانت قصدك تقول هو اس انتريسادو. فبرضه ناخد بالنا من المعنى. اختلاف تاني، سير وستار نحطهم كالعاده جنب بعض، اورجويوسو. اورجويوسو ناخد بالنا من النطق بتاع الاو والاو، اورجويوسو الاو والاو. مع سير معناها ايه؟ اروجانتي. اروجانتي يعني شخص مغرور. لما اجي اقول اس اورجويوسو يعني ده شخص اروجانتي، يعني شخص مغرور. ايه المثل؟ نو هابلس كون خوان، نو هابلس كون خوان يعني ما تتكلمش مع خوان، ده امر منفي. نو هابلس كون خوان، ما تتكلمش مع خوان. اس موي اورجويوسو يعني هو مغرور جدا. اورجويوسو يعني هو شخص مغرور جدا. طب استار معناها ايه؟ سنتير اورجويو كون او بور الجو كي او كوريدو، يعني يشعر بالفخر لحاجه حصلت. بمعنى اصح لما تيجي تقول لحد انا فخور بيك او انا فخور باللي انت عملته، تستخدم معاها استار مسير. المثل استوي اورجويوسو دي بوسوتروس يعني انا فخور بيكم. استوي اورجويوسو دي بوسوتروس يعني انا فخور بيكم. سير اناني مع اورجويوسو، وستار معناها فخور. شايفين الفرق كبير ازاي؟ نيجي لفرق تاني في كلمه برضو، ريكو. ريكو مع سير ومع ستار برضو. سير ريكو يعني شخص معاه فلوس كتير، شخص غني. تينير موتشو دينيرو يعني معاه فلوس كتير. سير ريكو. المثل خوان اسموي ريكو، خوان اسموي ريكو، خوان ده غني جدا. الانيو باسادو غانو لا لوتيريا، غانو لا لوتيريا يعني كسب اليانصيب. فاكرين القطعه اللي خدناها مع بعض عن اللوتيريا والكره الكبيره الجوردو، واللي الناس بتنقي ارقام وفي اخر السنه بينقوا رقم معين واللي بيكسب بياخد مبلغ كبير. فهو بيقول لك خوان اسموي ريكو الانيو باسادو غانو لا لوتيريا، هو كسب المسابقه دي فهو بقى غني جدا. طب ستار ريكو لو انا استخدمت معاها فعل ستار معناها ايه؟ يعني سابروسو دي بوين سابور، لما تحب تقول ان الاكل ده طعمه كويس، والله الاكل ده جميل، بتستخدم معاه ستار ريكو. استا بايا، فاكرين لا بايا اللي هي الاكله المشهوره جدا في اسبانيا. استا موي ريكا يعني لذيذه جدا، طعمها حلو جدا، معموله كويسه جدا. استار ريكو ده لو حاب تعلق على اي اكل معمول كويس. سير ريكو دي معناها شخص غني معايا فلوس كتير. برضو شايفين الفرق واسع ازاي؟ ناخد برضو اختلاف تاني كبير شوية، نيجرو. طبعا احنا خدنا مع بعض لوس كولوريس الالوان، وعارفين ان نيجرو معناها اللون الاسود. فبتيجي مع سير معناها حاجة وبتيجي مع ستار معناها حاجة. زي ايه؟ سير نيجرو يعني دي كولور نيجرو يعني اللي هو اللون الاسود. زي بالظبط استي كوتشي العربية دي اس نيجرو، العربية دي لونها اسود. استي كوتشي اس نيجرو. فلما استخدم سير مع نيجرو عادي انا بتكلم عن اللون، اللون الاسود. طب ستار ليها كذا معنى. ستار نيجرو ليها حوالي ثلاث معاني وسياقاتها مشهورة جدا ومستخدمة كتير. ايه هما؟ ستار موي مورينو ديسبويس دي تومار السول يعني حد
وقف في الشمس كتير، او حد في مصيف وخد الشمس قعد تحت الشمس كتير فاللون بتاعه بقى اسمر، فبيقول عليه استار نيجرو. ده اول حاجه. استار سوثيو يعني حاجه متسخه، حاجه مش نظيفه. استار انفادادو يعني حد غضبان زعلان يعني متضايق. فدي التلات معاني ليه ستار نيجرو. نشوفهم في مثل او في امثله عشان نوضح. خيمه ده واحد، استا نيجرو. لحد هنا وقفت قلت خيمه استا نيجرو، هل انت عرفت انا اقصد ايه؟ لا، انت قلت لي تلات معاني، انا هنقي المعنى على مزاجي. لا، بتعرف من الجمله اللي بعدها. خيمه استا نيجرو ماله؟ يبا اسبيراندو الاوتوبوس ماس دي اونا اورا. يبقى خايمة استا نيجرو يبا اسبيراندو الاوتوبوس ماس دي اونا اورا، يعني بقاله ساعة مستني الاوتوبيس. فده معناه ان هو منزعج، هو خلاص متضايق جدا، انا واقف بقالي ساعة مستني الاوتوبيس. فطبعا استا نيجرو هنا يبقى معناها استا موي انفادادو، يعني متضايق جدا. طبعا فعل يبار اندو، فاكرين يبار وبنستخدمها برضو مع اندو. يبار يبا اسبيراندو بقاله ساعة الخيرونديو، بقاله ساعة مستني الاوتوبيس، الحدث مستمر. يبار اندو. تاني مثل، لا كاسا استا نيجرا، اقف. لا كاسا استا نيجرا، هل فهمت؟ لا. ايه اللي يوضح الجملة اللي بعدها؟ Hace más de una semana que nadie limpia. بقالها أكتر من أسبوع محدش نظفها. يبقى المالها la casa, la casa está sucia، يعني الشقة مش نظيفة، متسخة، عايزة حد ينظفها. Hace más de una semana، أكتر. Hace más de una semana يعني أكتر من أسبوع. Que nadie limpia، يعني مفيش حد بينظفها. فهمت المعنى التاني. المعنى الثالث، ماريسا ابويلتو دي فاكاسيونيس. ماريسا ابويلتو دي فاكاسيونيس، ماريسا رجعت من الفاكاسيونيس بتاعتها. استا نيجرا عشان هي واحده، ماريسا اتومادو السول كادا دي، يعني حد راح مصيف، ماريسا راحت مصيف وكانت كل يوم بتتعرض للشمس في لا بلايا على الشط، فبقى لونها ايه؟ مسمر، اللون اللي هو بسبب الوقفة كتير في الشمس أو لما نروح المصيف. يبقى هنا استا نيجرا. آدي التلات معاني لستار نيجرو وسير نيجرو اللي هو ملوش أي علاقة خالص باللي احنا قلناه. سير نيجرو ده اللون الأسود، استار نيجرو التلات معاني اللي احنا لسه مفصصينهم دلوقتي. نشوف مثل تاني، ليستو معناها ايه مع سير ومعناها ايه مع ستار؟ سير ليستو برضو معناها شخص ذكي، بيرسونا انتليجنت، شخص ذكي. المثل، بيدرو ابلا سيتي ايديوماس. بيدرو ده بيتكلم سيتي ايديوماس، سبع لغات. اس ان تشيكو موي ليستو، هو شخص ذكي جدا. تشيكو طبعا، التشيكو والتشيكا خدناها قبل كده، تشيكو ولد والتشيكا اللي هو البنت. فحد بيتكلم سبع لغات فطبعا بنقول عليه شخص ذكي جدا، سير ليستو. طب ستار ليستو معناها ايه؟ بريبارادو بارا الجو، يعني جاهز لحاجه، جاهز انه يعمل حاجه. ايه هي؟ استايس ليستوس، استايس ليستوس، انتوا جاهزين. باموس ايجار تاردي، كده هنتاخر، هنوصل متاخر، رايحين مشوار وانت مستني ناس بتلبس. فانا من بره بقول لهم استايس ليستوس، يعني انتوا خلاص جاهزين، احنا هنوصل متاخر. فستار ليستو معناها انت جاهز لحاجه. نشوف مع بعض فرق تاني. بيبو جاي من فعل بيبير، يعني ايه سير بيبو ويعني ايه ستار بيبو؟ برضو كالعاده نخليهم مع بعض. سير بيبو اكتيبو وليستو. اكتيبو يعني شخص حد نشيط وذكي برضو. سير بيبو مثلا، اسم بيرو موي بيبو، يعني هو الكلب ده نشيط جدا، ما بيقعدش في مكانه، رايح جاي ليل نهار، نشيط، عنده طاقة زايدة. يبقى سير بيبو معناها اكتيبو، شخص نشيط، او شخص ليستو برضو شخص ذكي. طب ستار بيبو،
Estar vivo يعني شخص حي. ما ماتش. حد عايش. No muerto. يعني tiene vida. يعني عايش. لسه عايش معانا. Mi padre está vivo. يعني أنا والدي لسه عايش. Está vivo. Facer vivo معناها activo أو listo. واستار بيبو معناها حد لسه عايش. مثل تاني وفرق تاني. بيردي ده طبعا لون من الالوان اللي احنا خدناها اللي هو معناها اخضر. بيردي. طب ايه اخضر مع سير ومع استار؟ هنشوف كده مع بعض. مع سير، سير بيردي زي سير نيجرو. اللون اس نيجرو يعني ده اسود، اس بيردي يعني ده اخضر. استي كوتشي اس بيردي، este coche es negro. فبالتالي اللون، بتكلم على اللون مع سير، اللون بيردي او نيجرو. استار بيردي بقى، استار بيردي دي معناها ايه؟ استار بيردي algo inmaduro. algo inmaduro يعني لسه ما نضجش. و alguien inexperto وشخص مش خبير، لسه ما عندوش خبره. ممكن طبعا inmaduro دي تيجي مع الفاكهه او تيجي مع الشخص اللي هو الغير ناضج، بنقول عليه inexperto. عايزين نعرف مثلا عشان نفهم. estoy muy verde todavía no puedo hablar español muy bien. يعني انا لسه مش خبير قوي، لسه مش قوي قوي لحد دلوقتي، ما بعرفش اتكلم اسباني كويس جدا. muy bien. ف estar verde معناها ان انا لسه ما عنديش الخبره الكافيه ان انا اتكلم اسباني. فهو بيقول estoy muy verde todavía no puedo hablar español muy bien. مثل تاني عشان نوضح المعنى التاني اللي احنا قلناه. No puedo comer estas manzanas. No puedo comer estas manzanas están verdes todavía. يعني انا مش هعرف اكل المانزانس ديت، التفاح ده. ليه؟ عشان لسه ما نضجش، لسه اخضر. يعني هنا مش جاي بمعنى اللون الاخضر، لا، هو لونه اخضر عشان لسه ما استواش. في فرق بين اللون، هو لسه ما نضجش، لسه مش ما استواش عشان اكله. فهو بيقول لك انا مش هقدر اكل التفاح ده لانه هو لسه ما استواش. ده المعنى بتاع استار بيرد وسير بيرد اللي احنا قلنا عليها اللون. ناخد برضو فرق تاني. عندنا سير ثيجو وستار ثيجو. سير ثيجو يعني شخص كفيف، شخص اتولد وهو كفيف. انفيدنت يعني شخص ما بيعرفش يشوف. Este chico es ciego de nacimiento. Es ciego de nacimiento. يعني هو الشخص ده كفيف من ساعة ما اتولد. Ser ciego. طب estar ciego معناها ايه؟ No aceptar la realidad. ما بيقبلش الواقع. No querer darse cuenta de algo. مش عايز يفهم. برضو انا ما فهمتش يعني ايه مش عايز يفهم الواقع. نشوف المثل ده. Estás ciego si no ves que tenemos problemas este año. يعني انت لو مش شايف ان احنا عندنا مشاكل فانت اعمى. فهنا كلمة اعمى اقصد بيها ايه؟ مش الحد يكون كفيف، لا، اقصد ان انت مش شايف ان احنا عندنا مشاكل، شايف الدنيا جميلة واحنا عندنا مشاكل ولازم نحلها. فبقول لك انت لو مش شايف ده يبقى انت فعلا ما بتشوفش. انت لو مش شايف ان احنا عندنا مشكلة، انت لو مش شايف ان احنا عايزين نتحسن، يبقى انت شخص ما بتشوفش. اقصد ما بتشوفش اللي هو انت مش قادر تشوف اللي حواليك فعلا، مش قادر تشوف ان احنا عندنا مشاكل. estás ciego si no ves que tenemos problemas este año. ناخد مثل تاني. ser católico و estar católico. يعني ايه católico؟ مع ser ومع estar. ser católico مع فعل سير. دي كريدو كاثوليكو يعني شخص كاثوليكي، اللي هي العقيدة الكاثوليكية. إس كاثوليكو، إس كاثوليكو هو كاثوليكي. إي با سيمبريا ميسا، ودايما بيروح القداس. ميسا يعني قداس. طب ستار كاثوليكو، ستار كاثوليكو يعني نو ستار بيين دي سالود. نو ستار بيين دي سالود يعني صحته مش كويسة، حاسس إن هو تعبان. أوي استوي موي كاثوليكو، النهارده والله انا حاسس ان انا مش كويس، تعبان. فسير كاثوليكو طلعت عقيده ليها علاقه بديانه، وستار كاثوليكو ليها علاقه بالسالود، الصحه، ان انا مش كويس. فطبعا الفرق كبير جدا. كده يبقى احنا خدنا مع بعض
سير وستار. طبعا مش عايز اقول خدنا لان احنا ما خدناش كل الصفات اللي بتيجي مع سير وستار، خدنا بس الشائع منها اللي انت ممكن تستخدمه والسياقات بتاعته حوالينا نعرف نطبق الكلام ده. واستخدامات سير طبعا وستار، المعنى بقى بلاش نقول استخدام، معناها مع سير ومعناها مع ستار. اكسبريسيونيس او اكسبريسيونيس كون سير ستار، هناخد بقى مع بعض شويه تعبيرات مع سير وستار، يلا بينا نشوفها مع بعض. اكسبريسيونيس كون سير ستار، ناخد شويه تعبيرات عاميه ممكن نقول عليها عاميه مستخدمه ما بين الاسبان في الشارع برضو مع سير وستار لان هو ده حديث الساعه بتاعنا. اكسبريسيونيس كون سير ستار، هناخد شويه تعبيرات مع سير وشويه تعبيرات مع ستار وندي عليهم امثله عشان نعرف نستخدمهم في المواقف اليوميه بتاعتنا. اول حاجه سير اون فيرو على الايزكيردا، سير اون فيرو على الايزكيردا. اول حاجه قبل ما نخش في موضوع التعبيرات او الامثال او الكلام ده كله، بلاش نترجم زي ما احنا بنترجم وبنفصص الجمله كانها جمله عاديه، لان المثل او التعبير هو بيتاخد مره واحده لوكشه واحده زي ما احنا ما بنقول، ما ينفعش نفصص كل حاجه فيه لوحده، بنعرف معناه ده بنستخدمه في انهي سياق وبتدل على ايه. ده اهم حاجه في التعبير او المثل، علشان ما ينفعش تيجي تقول لي طب انا ليه هستخدم هنا ستار وهنا مش سير، طب ليه ما ده مذكر ده مؤنث، هو بيتاخد مع بعض كده مره واحده، تعرف ده معناه كذا، ده الاحسن وده اللي هيسهل عليك. سيرون فيرو على الايزكيردا معناها نويس امبورتانتي، يعني مش مهم، زي صفر على الشمال عندنا، هو اون فيرو على الايزكيردا يعني صفر على الشمال ملوش اهميه، زي مثلا المثل اللي معانا نونكا مي هاسيس كاسو، اثير كاسو معناها ان انت بتعيرني انتباه او بتاخد بالك مني مثلا. نونكا مي هاسيس كاسو، بارا تي بالنسبه لك نو سوي ماس كي اون فيرو على الايزكيردا، يعني انت عمرك ما انتبهت ليا ولا شفتني انا بعمل ايه، انا بالنسبه لك صفر على الشمال، انا بالنسبه لك نو اس امبورتانتي، يعني حاجه مش مهمه، نو اس امبورتانتي، يعني سيرون فيرو على الايزكيردا معناها ايه التعبير ده، نو اس امبورتانتي، والمثل اللي احنا قلنا عليه. فتستخدمه ازاي؟ لما تكون حابب توضح ان حاجه مش مهمه، فممكن تقول اسون فيرو على الايزكيردا، ده يعتبر صفر على الشمال او حاجه نويس امبورتانت، يبقى التعبير عرفنا معناه والسياق بتاعه، مش هينفع نفصصه زي ما احنا متعودين نفصص الجمله. ناخد تعبير تاني، سير اون ميلون، سير اون ميلون يعني ايه؟ سير اون بوكو انتليجنتي، يعني مش ذكي شويه، يعني شخص احنا بنقول اهبل عبيط. سيرون بوكو انتليجنت، سيرون ميلون ده التعبير. المثل اللي عليه نو انتيندس نادا، انت مش فاهم اي حاجه، ايريس اون ميلون، انت عبيط انت غبي، بالظبط زي ما احنا ما بنتكلم مع بعض، نو انتيندس نادا انت مش عارف تفهم اي حاجه، ايريس اون ميلون يعني ايه؟ سيرون بوكو انتليجنت يعني ذكائه مش عالي قوي، زي ما احنا بنقول غبي او عبيط. نيجي لمثل او تعبير تاني معانا، سير بان كوميدو، سير بان كوميدو يعني معناها موي فاثل، موي فاثل يعني حاجه سهله جدا. يبقى استخدم التعبير ده لما عاوز اعبر عن حاجه انها سهله، سهله انها تتعمل، سهله انها تتاكل، سهله انها بالنسبه لي سهله وخلاص، ممكن اعبر عليها عنها بسير بان كوميدو. المثل اللي معانا ابريندير اسبانيول، ان احنا نتعلم اسباني، اسبان كوميدو هو سهل جدا، موي فاثل. يبقى انا استخدمت بان كوميدو، سير بان كوميدو عشان اقول موي فاثل. يبقى اي حاجه عايز اقول انها سهله استخدم التعبير ده، سير بان كوميدو. ناخد تعبير تاني، سير اون بيث جوردو، سير اون بيث جوردو يعني ايه؟ او السياق اللي انا استخدمه فيه، una persona con mucho dinero e influencias، يعني ده بنقوله لما يكون شخص ليه نفوذ كبيره ومعاه فلوس.
ايه المثل اللي يوضح؟ tengo un familiar يعني عندي حد قريبي que trabaja en un banco no ويشغل في بنك es un pez gordo es un pez gordo معناها ايه؟ يعني هو شخص معاه فلوس وعنده نفوذ عنده نفوذ ser un pez gordo يبقى ده التعبير والسياق بتاعه ايه لما يكون حد معاه نفوذ ومعاه فلوس ناخد برضو تعبير تاني ser una hormiguita ser una hormiguita يعني ايه كل ده كده على بعض una persona muy trabajadora يعني شخص مجتهد بيشتغل كويس بيذاكر كويس او كتير بيعمل اللي عليه وزياده una persona muy trabajadora mi amigo estudia mucho انا صاحبي بيذاكر كتير جدا es una hormiguita يعني هنا ممكن نقول عليه دحيح زي ما احنا بنقول في السياق بتاعنا انا صاحبي بيذاكر كتير جدا ده دحيح mi amigo estudia mucho es una hormiguita يبقى ser una hormiguita معناها una persona trabajadora يعني شخص بيعمل حاجه باخلاص بيعملها كتير جدا بيشتغل على نفسه كويس una persona trabajadora ser una hormiguita ناخد مثل تاني معانا ser un gallina هي بتتقال un gallina ما بتقالش una gallina ser un gallina يعني معناها ايه شخص جبان una persona cobarde una persona cobarde يعني شخص جبان ser un gallina eliminamos el a ser un gallina يعني ده شخص جبان زي ما احنا بنقول المثل no quiere viajar en avión porque es un زي ما انا قلت اهو es un gallina هو مش عايز يسافر في الطيارة عشان هو جبان هو بيخاف من الطيارات no quiere viajar en avión مش عايز يسافر بالطيارة porque es un gallina يعني عشان هو شخص جبان ser un gallina يعني una persona cobarde cobarde معناها جبان التعبير اللي بيعبر عنها ser un gallina ناخد تعبير تاني ser un rata ser un rata يعني ايه ser un rata una persona tacaña شخص بخيل بالمعنى البلدي بتاعنا جلده يعني شخص بخيل جدا المثل اللي موجود tu vecina جارتك es muy rata يعني بخيله جدا no da ni la hora دي حتى ما بتقولناش الساعه كام طبعا مثل معناه ان هي شخص بخيل جدا ser un rata una persona tacaña tacaña يعني بخيل ser un rata ده التعبير اللي بيعبر عن ان الشخص ده بخيل يبقى tu vecina جارتك es muy rata no da ni la hora دي حتى ما بتقولناش الساعه كام كده يبقى احنا خدنا expresiones con ser ناقص لنا ناخد expresiones con estar يلا بينا نكمل درسنا expresiones con ser كده خدنا مع بعض تعبيرات مع الفعل ser وناقص لنا ناخد تعبيرات مع فعل estar expresiones con el verbo estar زي ما قلنا برضو مع فعل سير ان احنا بناخد التعبير من غير ما نفصصه من غير ما نقول ده ليه هو تعبير كده كله على بعضه اللي يهمنا ان احنا ناخد المعنى بتاعه والسياق اللي بنستخدمه فيه نيجي بقى للفعل ستار ستار اتشو بولبو ستار اتشو سوري هنجيب مع بعض المثل تاني والليزر عشان نعلم estar hecho polvo يعني ايه estar hecho polvo طب يعني ايه estar قلنا مش هنترجم كل حاجه لوحدها دي معناها muy cansado يعني شخص تعبان جدا مرهق جدا المثل او السياق اللي نستخدم فيه hoy he trabajado mucho hoy he trabajado mucho انا النهارده اشتغلت كتير جدا estoy hecho polvo يعني انا اشتغلت كتير جدا انا تعبان النهارده جدا يبقى estar hecho polvo معناها ايه muy cansado
التعبير ده معناه ان انا تعبان جدا، فلما انا اعمل مجهود في اي حاجه وعايز اقول ان انا تعبان جدا استخدم التعبير ده. بدل ما اقول استوي كانسادو ممكن ابدل معنى بعد كده في سياق تاني اقول استوي اتشو بولبو، بنوع اللي انا اتعلمته عشان اطبقه. ناخد تعبير جديد مع استار، تعبير شويه مضحك، استار انتري لا اسبادا الى باريد، باريد استار انتري لا اسبادا اي لا باريد. يعني ايه؟ استار ان اونا سيتواسيون ديفيسيل اي تيني كي اليجير اونا اوبسيون. يعني انا مش فاهم حاجه دلوقتي، لما اكون بالظبط انا في مشكله وقدامي حلين، والحلين انا عايزهم مثلا، او عايز واحد ومش عايز التاني، او عايز واحد والتاني لو ما عملتوش هيأثر عليا، فانا اقول انا محتار، انا بين نارين زي ما احنا بنقول، انا ما بين نارين كده، هختار ده ولا ده. دي معناها استار انتري لا اسبادا اي لا باريد، لازم اختار يا اما ده يا اما ده. طب المثل او السياق اللي احنا ناخده عشان نطبق عليه بيقول مي اسبوسا سي انفادا سي ييجو تاردي ديسبويس ديل ترابخو. يعني انا زوجتي بتتضايق لو انا روحت متاخر بعد الشغل، ماشي. وبعدين اي مي خيفي، ومديري بقى في الشغل ديسي كي اوي تينجو كي ترابخار اونا اورا ماس، ومديري في الشغل قال لي النهارده ان انا لازم اشتغل ساعه زياده بعد الشغل. استوي انتري لا اسبادا الى باريد، يعني انا ما بين نارين، انا هعمل ايه بقى؟ زوجتي بتتضايق ان انا اروح متاخر بعد الشغل، ومدير النهارده قال لي انت هتقعد ساعه زياده بعد الشغل، فانا هعمل ايه؟ دي معناها ان انا موجود في موقف صعب ولازم اختار حاجه. طبعا هيكمل الشغل وهيشوف موضوعه مع زوجته. ده المعنى بتاع استار انتري لا اسبادا الى باريد. نيجي لمثل او تعبير تاني، استار كومو اوناس كاستانيويلاس. استار عشان الكلمه دي جديده علينا، استار كومو اوناس كاستانيويلاس، دي معناها ايه كده مع بعض؟ موي كونتينتو، يعني دي تعبر ان انا فرحان جدا. استار كومو اوناس كاستانيويلاس، يعني انا لما اجي اقول انا فرحان جدا، انا فرحان قوي، ممكن استخدم التعبير ده. الاخيمبلو اللي معانا، المثل اللي معانا، الفين يعني ياه اخيرا، ايه ابروبادو todos mis exámenes، يعني اخيرا انا نجحت في كل الامتحانات بتاعتي. estoy más contenta، انا مبسوط جدا، que unas castañuelas او como unas castañuelas، يعني انا فرحان جدا. التعبير ده كده كله مع بعض معناه ان انا فرحان جدا، يا اخيرا انا نجحت في كل امتحاناتي، ده انا الفرحه مش سايعاني، زي ما احنا بنقولها كده عندنا بالعربي، estar como unas castañuelas. castañuelas. ناخد تعبير جديد، estar hasta las narices. يعني ايه estar hasta las narices؟ معناها ايه estar harto؟ طب برضو مش عارف يعني ايه estar harto، يعني زهقان، جبت اخري لغايه هنا. بالظبط لما تكون مخنوق من حاجه او اتخنقت من حاجه او اتضايقت من حاجه وبتقول خلاص يا جماعه انا جبت اخري، انا لغايه هنا بالظبط. estoy hasta las narices. طب ايه المثل؟ pues mañana tengo examen، والله بكره tengo examen، a ver si apruebo، يعني هنشوف بقى هنجح ولا لا بقى. porque estoy hasta las narices de suspender، لان انا خلاص جبت اخري من كتر ما انا بسقط. يبقى pues mañana، والله بكره tengo examen، انا عندي امتحان، a ver si apruebo، يعني هشوف بقى هنجح ولا لا. porque estoy hasta las narices، estoy hasta las narices de suspender، يعني انا خلاص كده سقطت بما فيه الكفايه وجبت اخري من كتر السقوط، فبيشوف هينجح ولا لا. دي سسبندير اونا يا اوترا بس، يعني انا زهقت ان انا بسقط مره والتانيه. نيجي ناخد تعبير جديد،
Estar como un toro. Estar como un toro. يعني ايه estar como un toro؟ يعني estar muy fuerte. يعني شخص قوي. قوي بدنيا. طيب المثل بتاعنا نقوله في ايه؟ Mi hermano mayor. Mi hermano mayor. يعني اخويا الكبير. Está como un toro. Está como un toro. يعني هو شخص قوي جدا. يبقى estar como un toro. كل ده كده معناه ايه؟ Estar muy fuerte. يعني شخص قوي جدا بدنيا. نيجي لمثل تاني معانا او تعبير. Estar como una cabra. Estar como una cabra. يعني ايه؟ Estar como una cabra. يعني estar loco. مجنون. مش مجنون اللي هو شخص لا حد عمل حاجة تقول ايه ده ازاي عمل كده ده مجنون. المثل اللي يوضح لنا بيقول Se bañó en el río en invierno. ده نزل النهر في الشتاء. Está como una cabra. ده مجنون رسمي. Estar loco. يبقى هنا عايز يقول ايه او يوضح ايه حد في الشتاء نزل نهر او نزل بحر فتقول ايه ده مجنون ده ولا ايه. ده بالظبط التعبير ده اللي هو Estar como una cabra. Estar como una cabra. معناها Estar loco. Se bañó. طبعا الفعل bañarse. Se bañó en el río en invierno. En invierno في الشتاء. Está como una cabra. يعني ده أكيد مجنون. شخص مش مدرك اللي بيعمله بينزل النهر أو البحر في الشتاء. كده خدنا مع بعض expresiones con ser y expresiones con estar. خدنا شوية تعبيرات مع ser وخدنا شوية تعبيرات مع estar. هنختم مع بعض بحاجة بسيطة جدا هنشوفها مع بعض على البورد. يلا بينا. exclamativos. يعني exclamativos عندنا في الأسباني زي عندنا أساليب التعجب كده لما تحب حاجة أو تعجب بحاجة. الله دي جميلة جدا. والله أنت بتسوق كويس. والله أنت الحظ كله معاك. في طبعا تركيبة بنقولها في الأسباني. هناخد كده مع بعض أول تركيبة ليها تركيبات كتير. هناخد كده واحدة نحاول نطبق بيها ونعبر بيها إن إحنا متعجبين من حاجة أو من فعل. نبدأ كده مع بعض. إحنا قلنا exclamativos يعني الحاجات التعجبية. هتفيدنا في إيه؟ هتفيدنا مثلا شفت حد عشان ندي مثل عليها بيسوق كويس. فأنت بتقول له يا ده أنت بتسوق كويس جدا. يا سواقتك رائعة. الأسلوب ده ليه عندنا طريقة في الأسباني بنقول بيها في كذا حاجة بس هنستخدمها دلوقتي مع الكي. فمثلا نقول التركيبة اللي احنا هنمشي عليها الكي بتاعتنا زائد أدخيتيفو. يعني ممكن أجيب بعديها صفة adverbio. ممكن اجيب بعديها حال زائد اكتبه هنا verbo زائد الفعل. يعني مش زي ما احنا متعودين الفعل بيجي الاول وبعد كده بكمل. لا ده الفعل بيجي اخر حاجة في التركيبة دي. طيب احنا هنقول ايه او هنعوز نقول ايه مثلا ندي كده مثال على اللي احنا قلنا عليه. ejemplo هنستخدم كي اللي عليها أثنتو. هنقول مثلا زي ما احنا عندنا أسلوب الاستفهام واحدة مقلوبة واحدة معدولة برضو في أسلوب التعجب. لما أجي أقول كي بونيتا إس. كي بونيتا إس. مثلا شفت بنت صغيرة. شفت أي حاجة حلوة وعايز تقول الله دي جميلة جدا يا الجمال بتاعها ده ما شفتوش قبل كده. كي بونيتا إس. يعني حلوة جدا أمورة جدا. أدي الكي وتختار بونيتا طبعا صفة وأدي الفعل في الآخر. أدي أول حاجة في التركيبة. تاني حاجة في التركيبة. تالت حاجة اللي هي آخر حاجة اللي هو الفعل اللي احنا مش متعودين إن هو يجي في الآخر بس هي دي
التركيبة. طيب عايزين مثل تاني عشان نوضح. مش نشوف مثل تاني. ممكن نقول حد انت مثلا كنت متخيل ان هو مش هيكسب حاجة، او حد كان ممكن ما ينجحش ونجح، او الحاجة اللي هو كان داخل فيها دي كسبها، فانت عايز تقول يا على حظك، ده انت عندك حظ. تقال ازاي؟ كي بتاعتنا كسورتي تينس. كسورتي تينس يعني ايه الحظ اللي معاك ده؟ كسورتي تينس ده لما تكون عايز تعبر عن مثلا حد محظوظ في حاجة، او حد ما كنتش متخيل انه ينجح في حاجة ونجح، فانت بتقول كسورتي تينس يعني ايه الحظ النار اللي معاك ده. طيب عايزين مثلا مثل تاني عشان نشوف المثل اللي احنا قلناه واحنا بنشرح. انت بتسوق كويس تتقال ازاي؟ مثلا التركيبة بتاعتنا المعتادة ك بين كوندوثس، ونقفلها بالعلامة التعجب بتاعتنا كي بين كوندوثس، يعني انت الله انت بتسوق كويس جدا. دي طريقة اللي انا اعبر فيها برضو عن حد اللي هو بيسوق كويس. مجملا الكي بتاعتنا اللي هي هنا بنسميها الأداة بتاعت التعجب، اللي هي بتدي التعجب الكبير، الادكتيبو او الادبيربيو الصفة او الحال اللي انت ممكن تجيبه بعده، والفعل. تعال بقى كده نشوف، ادي كي فعل، ادبيربيو ادكتيبو فعل، ادبيربيو فعل. دي التركيبة اللي انت ممكن تمشيها على اي فعل انت حابب تجيب منه اسلوب التعجب، تجيبه مع الكي والادكتيبو او الادبيربيو اللي انت حابب توصف بيه والبيربو. طب ممكن مثل تاني عشان اوضح. تعال نشوف مثل تاني مع بعض. مثلا نمشيها، احنا قلنا كده كي، نفصل كده كي جواب بايس، ده الاكسامبل بتاعنا. كي جواب بايس برضو شفت طفلة، شفت حد، فبتقول الله دي جميلة جدا، دي حلوة جدا، برضو زي بونيتا، زي جوابا، سويرتي بين جوابا، الادخيتيبو او الادبيربيو معانا، والفعل في الاخر اللي انت بتستخدمه. هتيجي تقول لي هو الفعل ثابت؟ لا، حسب الفعل اللي انت هتستخدمه، حسب الصفة اللي انت هتستخدمها. يعني مثلا ما ينفعش تقول كي جوابا تينس مثلا تيجي تقول لي ده فعل انا جبته برضو في الاخر، لا، انت بتوصف، انت بتقول الشخص ده اس جوابو او اس جوابا، ادي الفعل وادي الصفة. هنا بس شقلبت علشان صيغة التعجب تمشيها بالتركيبة اللي احنا قلنا عليها، يعني اس جوابو اس جوابا، ادي كي جوابو اس كي جوابا اس، هي ولكن المقص مظبوط شوية، معكوس، الأحسن احنا نقول ايه معكوس. دي كانت صيغة التعجب، ازاي ان انا اتعجب من حاجة، ازاي ان انا اقول الله، اتعجب من شيء، اتعجب من فعل، اتعجب من اي حاجة. دي كانت الاسلوب التعجب اللي احنا كنا حابين نشرحه مع بعض. Exclamativos ya está hecho، يعني الاساليب التعجب، مش عايز اقول الاساليب، اسلوب واحد بس للتعجب اللي احنا شرحناه مع بعض. يلا بينا نكمل درسنا. Exclamativos كده خدنا اسلوب من اساليب التعجب، وعرفنا بيتكون ازاي، وعرفنا الشقلبه اللي بنعملها، المقص اللي بنعمله بدل ما نقول الفعل وبعديه الصفة أو الحال أو أي حاجة، العكس، مقص أدخيتيبو أو أدبيربيو وبعديها البيربو، وطبعا قبليهم الكي. كده في حلقتنا النهاردة خدنا مع بعض سير إستار كون أدخيتيبوس، خدنا سير بتيجي معاها صفات معينة بتدي معنى،
وصفات تانية برضو مع أو نفس الصفات دي بتيجي مع ستار وبتدي معنى مختلف تماما، مش حتى في شبه منهم، لأ المعنى مختلف completamente بالكامل. وخدنا مع بعض برضو expressiones con ser y expressiones con estar، خدنا شوية تعبيرات مع سير وشوية تعبيرات مع ستار، وقلنا ملحوظة مهمة جدا إن الأهم إنك ما تفصصش التعبير أو المثل، الأهم إن أنت تعرف السياق اللي بيتقال فيه، تعرف معناه وتعرف تستخدمه أحسن ما تفصص تقول ده استخدمت الفعل ده ليه، استخدمت الأداة دي ليه. هو لوكشا زي ما قلنا كده، لوكشا مع بعض بتدي معنى معين. الأهم من كل ده إن أنت تعرف المعنى المعين اللي عايز يقوله التعبير ده علشان تقدر تستخدمه. إيه فوائد التعبيرات وإيه فوائد الأمثال؟ قلنا إنها بتدي تقل شوية في الكلام، بدل ما تبقى زي الروبوت أنا تعبان استوي كانسادو استوي كانسادو استوي كانسادو، لأ ممكن تغير زي ما إحنا قلنا وتستخدم تعبير تاني. ده بيدي تنوع في الكلام وبيديك تقل ومستوى وإنت بتتكلم. وختمنا مع بعض بالإكسكلاماتيبوس، خدنا أسلوب من أساليب التعجب، وخدنا مع بعض كذا مثل علشان نطبق القاعدة اللي إحنا خدناها. وبكده يبقى حلقتنا خلصت النهاردة، وكالعادة أتمنى لكم كل التوفيق. أستلويجو.